سلمت اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم سكوك الأضاحي. الثلاثاء 21/9/2021 يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة 12 3 طن بإذن الله تبارك وتعالى. عدد الدفعات السابقة وصل إلينا 40 طن سابقا، النهاردة 3 طن، إذا المجموع كله 43 طن. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء 21/9/2021 السيارة رقم 14 محملة بأربعة طن لحوم أضاحي. عدد ما وصل إلى الآن محافظة الإسكندرية 52 طن. اليوم الثلاثاء 21/9 وصلت إلى محافظة دمياط عربة صكوك لحوم الأضاحي من وزارة الأوقاف بعدد 2 طن